من الظواهر السيئة التي انتشرت بشكل واضح في الأونة الأخيرة هي ظاهرة التحرش الجنسي في الشارع، في المترو، وفي وسائل المواصلات بأنواعها. وجدت فيها المرأة المصرية عدم الأمان، فالفتاة والسيدة حتى المرأة العجوز لم تسلم من هذا السلوك المسيء وإن كان بالكلمة، ناهيك عن حوادث الاغتصاب التي تتعرض لها الفتيات والنساء وحتى الأطفال. مما كان أدعى لنظرة تفعيلية على هذه الحوادث منعا لتكرارها. سببها للأم والأب اللي في البيت، لو الأم والأب كويسين اللي في البيت عمرها ما تخرج بنتها في يوم زي دون تخلي عيل ولا صايع تتحرش ببنتها في اليوم زي ده. بس ممكن ما تكلمش، يعني مش هقدر ان انا اقف قدامه واشتمه، انا مش ضامنه الشخص ده وقت ممكن يعمل معايا اكتر من ان هو يتكلم معايا. هو اتكلم معايا وسكت، انا ممكن لو وقفت وشتمته او وقفت وعملت له اي حاجه ممكن يتمادى معايا بغلط. مفيش اللي انا مثلا ايه بالحلال، طب الشباب هتعمل ايه؟ وعندك انت الافلام والحياه الوحشه وكده بتخلي الشباب تعمل كده غصب عنها. كمان البنت لما بتبقى ماشيه في الشارع مثلا ولد بيتكلم او يقولها كلمه او كلام من ده كله، البنت بتسكت ما بتتكلمش. ايه السبب؟ لان الولد اللي بيعاكس ده او بيتكلم بالطريقه اللي هي المبتذله اللي بيتكلم بيها او ممكن توصل انه ممكن يشد البنت او كلام من ده كله، طبعا ده سلوكه مش كويس. لو البنت ردت او اتكلمت ممكن يتعدى عليها بالكلام، يتعدى عليها بالضرب، فكل الحاجات دي بتخليها تسكت. هم اللي بيخلونا نضطر نعمل كده، اللبس اللي هم بيلبسوه، الحاجات اللي هم بيعملوها، هم اللي بيخلونا نضطر نعمل كده. احنا بنبقى ماشيين في الشارع عايز بنبقى ماشيين زي اي بنت ماشيه في الشارع، بنلاقي ولد جاي عمل حركه كده عمل حركه كده، احنا ما بنقدرش نتكلم، بنلف اقل كلمه بنقولها احنا زي اخواتك. انا دلوقتي ماشيه في الشارع واحد جه عمل لي حركه مش كويسه، انت بتعمل كده ليه؟ انا عايز كده، طب لو سمحت امشي، بيمسكني من شعري. المراه والرجل القوا بظلالهم على هذه الظاهره معتبرين ان المسؤوليه لم تقع وحدها على المراه فحسب من حيث ملبسها، بل تقع ايضا على الرجل الذي سمح لنفسه أن يرتكب مثل هذه الأفعال النكراء. ومن ثم كانت ردود الفعل قوية وتستدعي الأقوى من المسؤولين. يبقى القانون هو الحكم لأية ظواهر تعتري المجتمع المصري، فظروف البلاد ليست وحدها حجة أي مخطئ، وعلى كل من أخطأ تحمل المسؤولية كاملة. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا وفقرة أحوال الناس. زي ما شفنا في التقرير الناس أراءها متباينة، بس يعني قبل ما نبدأ تعليقا على الشخص اللي كان بيقول الناس هتعمل إيه والشباب هتعمل إيه، الشاب ده نفسه لو موجود في أي دولة تانية أو يعني دولة أوروبية أو أي دولة تانية مش هيقدر يتحرش بغض النظر بقى عن هو، لأن هو عارف إن في حاجة هتمنعه، انما يعني هو عنده وجهه نظر تانية هنتناقش فيها. بس خلونا نرحب بضيوفنا في الاستوديو الاول، الاستاذه داليا عيسى عضو مؤسس بحزب الدستور امانه المراه. صباح الخير استاذه داليا، اهلا بيكي. وايضا برحب بالاستاذ عصام بشري مؤسس صفحه اربط متحرش، اهلا بيكي استاذ عصام. صباح النور. طبعا في البدايه كده استاذه داليا عايزين نعلق على التقرير. اراء الناس متباينه جدا في موضوع التحرش، في ناس شايفه ان ده من البيت، في ناس شايفه ان ليه علاقه بملابس الفتاه او السيده اللي بتخرج، وفي ناس شايفه ان دي امراض مجتمعيه. يعني للاسف طبعا دي امراض مجتمعيه وامراض ثقافيه، لان احنا لو رجعنا بالزمن لورا من ايام الستينات كان لبس الستات كانوا بيلبسوا ميني جيب وميكرو جيب وكانوا بيروحوا بيه الجامعه وكان لبسهم في منتهى الشياكه، وما كانش بيحصل ابدا اي يعني ظاهره التحرش دي ما كانتش موجوده ولا كان حد بيضايقهم، وكانت اخلاق احسن من هنا احسن من الفتره دي بكتير واحسن من الوقت ده بكتير، في سلوكهم في كلامهم في تصرفاتهم في كل حياتهم. فاذا مش لبس البنت او لبس الست هو اللي بيبقى مبرر للتحرش، دي مشكلة أخلاق، وده بالنسبة ده بالنسبة للبس. وبالنسبة للناس اللي بتبرر دي كارثة، لما تلاقي حد بيبرر التحرش دي مصيبة على مستوى على كل المستويات. لما النهاردة يكون حادثة مثلا زي حادثة الجامعة اللي حصلت يوم 16 مارس، التحرش اللي حصل بالبنت داخل الحرم الجامعي اللي هو المفروض ان انا مجرد ما بنتي دخلت الحرم انا اطمنت عليها، لان انا لو وصلتها لحد باب الحرم عشان انا خايف عليها من الشارع دخلتها الحرم الجامعي انا كده مطمنة. فتخيلي لما يكون رئيس جامعة القاهرة ان المفروض ان هو يحافظ على بنتي وحصل حادثة التحرش بيدي مبررات للمتحرشين وبيلوم على المعتدى عليها.
واللي اكتر من كده واللي افظع من كده ان بيقول فيما بعد لما يجي يتحقق هيتحقق مع الاثنين. مع الاثنين طب ازاي؟ طب يعني طب خلاص بقى لما رئيس الجامعه بيقول كده يبقى انا كانت حصلت عندنا حادثه بكره هيبقى عندنا 10 حوادث. انا بقى كده انا لو عندي بنت في الجامعه انا مش هوديها لما رئيس الجامعه بيدعو للتحرش. تمام. انا مش قادره اصدق بصراحه الثقافه المجتمعيه الجديده دي. وهي يعني برضو علشان نناقش الموضوع على نطاق اوسع، هو الموضوع موجود يعني بشكل غير طبيعي وبشكل مبتذل جدا في الشوارع كلها، والتحرش على فكره مش ضروري ان هو يكون تحرش يعني جسدي، فممكن يكون تحرش بالكلام، كلام جارح، تحرش بالنظرات، نظرات جارحه. فيعني برضو التحرش ليه كذا نوع. هو انا مش يعني مش كلمه معاكسه، انا برفض كلمه معاكسه تماما لان هي كلها تحرش. استاذ عصام، يعني انتوا برضو عاملين حمله او عاملين صفحه على الفيسبوك اسمها اربط متحرش، فكلمنا عنها شويه. هو الفكره جت ببساطه ان في يوم من الايام حصلت حادثه تحرش قصادي الاسبوع اللي فات تاني يوم بالظبط من حادثه جامعه القاهره. واقف مستني اتوبيس الشغل فلقيت ولد بيتحرش ببنت، فعملت رد فعل طبيعي جدا، مش حاجه اوفر ولا حاجه هيرو يعني. جريت ورا الولد ومسكته وضربته. تمام. عشان اتحرش بنت رغم ان انا معرفهاش، بس ده حاجه مرفوضه بالنسبه لي. الناس اتلمت على الخناقه، ما تلموش على التحرش، يعني ما تلموش على حادثه التحرش. اتلموا على الاثنين الشابين اللي بيضربوا بعض، بس ما تلموش على الشاب اللي بيتحرش ببنت. بالظبط كده. انا واقف وفي محل وفي فكهاني وفي مقله، ما حدش اتحرك، لكن لما جريت وراه وضربته ووقع على الارض الناس اتلمت في خناقه، ده بتاع حرامي، ده مش عارف ايه. فاتفقنا مع بعض هنربطه في الشجره. هو عشان قاصر. دي الحادثه اللي حصلت في شارع فيصل الاسبوع اللي فات، ويمكن تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي. كان في شاب فعلا مربوط في شجره وفي شارع فيصل، وكان بيقولوا ان الشاب ده اتحرش بفتاه، فالاستاذ عصام هو اللي ربط في الشجره. هو مش انا، هو انا طبعا مش ماشي في الشارع ماسك قفيس في جيبي او حبل بربط. هو والله جت كده يعني، جت صدفه ان واحد من اصحاب محلات جاب القفيس ده اللي ربط بيه اللي هو حبل بلاستيك. وربط الواد وفضلنا واقفين جنبه وقلنا له كلم اهلك خليهم يجوا ياخدوك من هنا عشان يشوفوا بقى تربيتهم في البيت وصلت لايه. فانا عملت بوست على الفيسبوك، صوره عاديه صورته بعد ما اتربط. تمام. على اساس ان انا اعرف اصحابي ده انا بص انا عملت كذا كذا، اعملوا زي انتوا كمان. ففوجئت برد فعل غير طبيعي. 5000 شير على الفيسبوك، 5000 لايك، الموضوع سمع بشكل كبير جدا. انا ما كنتش اتخيله على الاطلاق عشان انا عملت حاجه طبيعيه، ما عملتش حاجه رهيبه. انا شفت حادثه تحرش دخلت. والله يا استاذ عصام برافو عليك. احنا الصوره معانا اهي، الشاب مربوط من ايده على الشجره، ده اللي اتحرك يعني، دي الصوره اللي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي. بالظبط. طيب استاذه داليا، عشان احنا يعني الموضوع متشعب ومتشابك، بس اذا اتكلمنا قانونا احنا ازاي نقدر نواجه ظاهره التحرش بالقانون؟ طيب انا هقول لحضرتك، في عندنا الماده 306، اقول لحضرتك سريعا كده. يعاقب بالحبس مده لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنتين، وبغرامه لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 2000 جنيه او باحدى هاتين العقوبتين، كل من يتعرض لشخص بالقول او بالفعل او بالاشاره على وجه يخدش الحياء على طريق عام او مكان متروك، ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو وسيلة من وسائل الاتصالات اللاسلكية، وإذا عاد الجاني لارتكاب جريمة من نفس النوع خلال سنة يحكم عليه نهائيا في الجريمة الأولى. إذن الجريمة الأولى هتبقى الحكم مش نهائي يعني، ما بيتنفس غرامة اللي هي لا، الحكم اللي هو بيبقى ما بيتنفس يعني مع إيقاف التنفيذ. لو عملها تاني يتنفذ الحكم الاولاني ويدفع غرامه لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه. يعني جميل عندنا قانون، وتخيلي النهارده لو واحد اتمسك، ده في حاله ان هو في حاله اتمسك اساسا. ان احنا المجتمع بتاعنا لو بنت حصل لها تحرش وجات عملت مشكله وما خافتش ومسكت المتحرش، او المجتمع رضي ان هو يمسك المتحرش، ده في حاله ده لو ده حصل، خلينا نتخيل يعني. وراح الحكم واتحكم عليه، الحكم ما بيتنفس يعني، بيبقى تحت ايقاف التنفيذ. فلازم تحصل صدفه تاني، تحصل معجزه تاني ويعمل نفس الشخص بيها تاني ويتمسك تاني في المعجزه التانيه. ففي الحاله دي يتحكم عليه. فاحنا نعمل ايه لو هو القانون ده مش ناصفنا؟ نعمل ايه؟ نربطه في الشجره؟ طب ده القانون موجود. هو في حاجه كارثه اكبر من كده.
ان القانون موجود لكن مش موجود على الارض. حضرتك سمعتي قبل كده ان في واحد متحرش اخد عقوبه او اتمسك؟ ما انا برضو ما سمعتش يا استاذه داليا ان في معظم البنات, ودي برضو مشكله عند البنات والسيدات اللي بيتم التحرش بيهم, اذا تم التحرش بها في مكان مزدحم في شارع خصوصا طبعا في الاعياد والمناسبات بنشوف الظاهره دي كتيره جدا, اذا تم التحرش بها ما بتقولش, بتخاف, بتتكسف. مع ان في بنات تانية يعني انا بقول لكم لا امسكي فيه وصرخي, انت لازم تقول ان ده شخص مجرم في المجتمع, ده حرامي, ده بيستحل جسمك, ما ينفعش ان انت تسكتي له. فبرضو البنات استاذه داليا مش بيتكلموا. يا فندم البنت بتخاف, يعني مثلا لو بنت ماشي زي البنت اللي جت في التقرير وحصل لها تحرش لفظي او حتى جسدي, هي بتخاف ان هي تكتر مع الولد دون او المتحرش دون يضربها او توصل لمرحله يعني عنف, مرحله عنف اكبر. ولان المجتمع او الشارع ما في حاجه غريبه ان هو ممكن يتفرج على حاجه زي كده وعلى حادثه زي الاستاذ مثلا, لا ممكن يتفرج ويمشي, فهي بتخاف. فاحنا عايزين الثقافه دي تختلف على الجانبين, على جانب البنت وعلى جانب المجتمع. ان البنت ما تخافش. وفي ارقام انا اديتها للاعداد, الارقام دي لوحده مكافحه العنف في وزاره الداخليه. دي حمله تبنتها تبناها الارقام هتنزل على الشاشه حالا دلوقتي يا استاذه داليا. الحمله تبناها المجلس القومي للمراه ان هم بيوزعوا الارقام والحمله دي بملصقات في مترو الانفاق وفي الشوارع, ان البنت لو حصل لها اي مشكله في الشارع في الارقام دي تكون مسجلها على الموبايل, مفيش بنت ما معهاش موبايل. طيب الارقام يا بنات ويا سيدات مصر مسجله قدامنا دلوقتي وامامكم على الشاشه, سجلوا الارقام دي على تليفوناتكم اذا حصل اي حادثه تعدي لفظي او جسدي او حادثه تحرش خروج عن المألوف, يا ريت تتصلوا بالارقام دي وحدات مكافحه العنف, يا ريت تسيبوا او تسجلوا الارقام دي على موبايلاتكم. اتفضلي يا استاذه دايه. غير كده اللي هو الاهم ان احنا عايزين نغير ثقافه المجتمع. ثقافه المجتمع ان هو لازم يرفض ده تماما, مش ان احنا نجيب اللوم على البنت المجني عليها او نجيب اللوم على اهلها اللي هم بمجرد البنت لو حصل لها مشكله هم اكتر المتضررين, ممكن مستقبلها كله يضيع ومستقبل اخواتها واسرتها بالكامل. فاحنا بنجيب اللوم عليها. لازم الثقافه دي تختلف. عشان نعدل الثقافه دي ايه اللي نعمله؟ اولا لازم الاعلام يتبنى يعني مبادره زي الاستاذ عملها دي, لازم تبقى 20 مبادره 30 مبادره وتنتشر. والاعلام دوره مهم, دوره هو الاعلام الوسيله الوحيده اللي هتقدر توصل للملايين في كل حته ان احنا ننهي ظاهره التحرش, ومن خلال المبادرات ومن خلال الشباب, من خلال المدارس ان احنا المدرسين في المدارس خصوصا في الفتره بتاعه الاعداديه والثانويه دي فتره المراهقه هم اكتر متحرشين بتبقى في الشريحه السنيه دي. حقيقي. ليه ما نعملش وزاره التعليم ما تعملش كتيب صغير او فصل في كتاب التربيه الوطنيه ويدرس للولاد الصغيرين بان البنت دي امك واختك وزميلتك وبنت خالتك وبنت عمتك, ما ينفعش ان انت وجارتك. وبعدين برضو يعني الجديد اللي احنا شايفينه الفتره الاخيره, ما احنا الظاهره دي برضو ظاهره مستجده من خلال ان ما بقاش في امن كافي في الشارع, ومن خلال حاجه يعني بين قوسين كده الـ 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 الافلام اللي احنا بقينا نشوفها اللي بتخرج ثقافه العشوائيات. وكل شو انا بشوف افلام مجرد التتر بتاعها كده ومجرد الاعلام بتاعها انا بستاء من المناظر اللي بيخرجناها. طب ثقافه العشوائيات دي تخرج وتعلم ولادنا الحاجات الغلط اللي بتحصل جوه؟ مع احترامي لكل يعني لكل الناس يعني, بس ده ما يحصلش. تمام, ما ينفعش. استاذ عصام حضرتك المبادرة دي طبعا اللي احنا طبعا من خلال صباح دريم بنحييك عليها جدا, وبنحيي أي صاحب مبادرة زي اللي حضرتك عاملها. أهدافها ايه؟ ناوي تنظمها ازاي بعد كده؟ عددكم قد ايه؟ تمام. هو أنا أول حاجة ليه أصلا أطلقت المبادرة؟ الحادثة حصلت يوم الاثنين وحصل البروباجندا الرهيبة على الفيسبوك, ولقيت كذا جوردان كلمني طب عايزين نعمل حوار, عايزين نعمل لقاء. فأنا استغربت هو في ايه؟ يعني هو ايه اللي حصل؟ دي حاجة عادية يعني, حاجة مش غريبة.
هي النخوه اللي بتبقى موجوده اللي عند أصلاً حاجة طبيعية. الرجل الحاجه الطبيعيه. احنا مش بنهاجم الرجل على قد ما في رجاله متحرشين وعندهم اخلاقيات سيئه، في رجال عندهم نخوه وبيرفضوا ده تماما. على فكرة حتى انا مش عارف اخد بنات، يعني انا احنا اربعه اولاد. انتوا ما عندكش اخوات بنات اصلا؟ فيعني ما جاش في دماغي مثلا طب دي ممكن تكون اختي او كده، لا دي بني ادمه بنت. بنت قصادي كائن للاسف في مجتمعنا ده مهمش وضعيف والناس بتستقوى عليه الاشكال دي في الشارع. فعشان كده خدت رد فعل. الولد اهي معانا يا استاذ عصام. بالظبط كده، كمل كلامك اتفضل. انا فوجئت بتكلم مع ناس اصحابي عن الموضوع بقى وحصل كذا كذا، ففوجئت كذا حد من اصحابي قال لي بس انت جدع جدا، بس على فكره انا لو كنت مكانك ما كنتش هعمل كده. ليه ما كنتش هعمل كده؟ انا مالي، انا مالي ازاي؟ هم قالوا كده، يقول لك انا يا عم انا مالي يا عم، هو انا اشمعنى دي اللي مالك فيها يعني؟ هقعد اجري بقى واتخانق في الشارع واضرب في الناس وما اعرفش ايه. ففوجئت كذا حد من دايره معارفي بيقول لي انت جدع جدا ومحترم جدا، بس انا مكانك ما كنتش هعمل حاجه. عشان كده طلع في دماغي ان انا لازم اوصل الفكره دي، لان انا اكتشفت ان هي حاجه بقت طفره يعني لناس، يعني اكبر شريحه ممكنه في الشباب. تمام. طبعا اكبر وسيله للتواصل الاجتماعي دلوقتي في مصر هي الفيسبوك. الفيسبوك عملت بيج، نشرت الخبر عليها، عملت كام تقرير كده صغير عنها. معايا ادمنز حوالي 6. كل واحد فيهم يمسك جزء معين، هنتكلم عن اويرنس في الشارع، هنتكلم عن البنت ازاي تدافع عن نفسها، سيشنز في المجال ده. كمل. هنتكلم عن طبعا اي متحرش او اي حادثه تحرش هتحصل هنعمل لها تشهير عشان صاحبها يعني ياخد جزائه. بس كده يعني، واتمنى فعلا الفكر الايجابي ده يوصل لاكبر عدد ممكن. طيب خلينا ناخد راي القانون برضو. معانا هاتفين الاستاذ عصام هلال محامي بالنقد. صباح الخير استاذ عصام. صباح الخير استاذ مها. صباح اهلا بيك يا فندم. استاذ عصام، طبعا زي ما حضرتك شايف احنا فاتحين النهارده ملف التحرش اللي انتشر بشكل غير طبيعي ومؤسف في المجتمع المصري خاصه بين الشباب. استاذه داليا معانا بتقول ان هناك قانون ولكن القانون لا يفعل على الارض، احنا نعمل ايه فندم عشان نستفيد من هذا القانون؟ والله اسمحي استاذ مها برضو قبل ما نتكلم عن دور القانون وتفعيل القانون في هذه الظاهره اللي فعلا اصبحت ظاهره، نستطيع ان احنا نقول انها اصبحت ظاهره في المجتمع المصري. انا رايي ان دور القانون فيها مش بحجم الدور الاجتماعي للمجتمع ككل. المجتمع ككل لازم يبقى ليه دور، لان الظاهره لابد من دراستها، ودراستها دراسه جيده، لان من تتبع الظاهره اصبح مسببات الظاهره نفسها او الاسباب اللي تؤدي للظاهره تثير التساؤل. يعني اصبحت هذه الظاهره الولد هي مرتبطه بسلوك المتحرش ضده، سلوك البنت، ولا هي مرتبطه بلبس البنت، ولا هي مرتبطه بشيء قدر ما هي مرتبطه بسلوك الاخلاقي للشباب وبسلوك الاخلاقي في المجتمع. لابد ان احنا فعلا هذه الظاهره لابد من الدراسه والعمل على احنا نعالج مسببات هذه الظاهره. نرجع لدور القانون. قانون بيجرم التحرش وافعال التحرش والتعرض للانثى. ولكن فعلا هذا القانون غير مفعل لاسباب عديده. تمام. منها الضحيه نفسها، الضحيه نفسها في احيان كثيره بتخجل من الالتجاء الى القانون. بالظبط يا فندم، هو ده اللي احنا كنا بنقوله بالظبط، الضحيه بتخاف تقول ده تحرش او ده تعدى عليا. وده برضو ليه؟ من نظره المجتمع لهذه الظاهره، ان دائما ابدا بينظر المجتمع وخاصه المجتمع المصري بينظر دائما ان الضحيه هي المسبب في الظاهره، يعني دائما بينظر البنت انت السبب، انت السبب اللي خلى التحرش، بصرف النظر عن في حين ان احنا احيان كثيره بنرى ان التحرش دي زي بنت في لبسها ملتزمه، في لبسها بالعكس يمكن محجبه، في وتتعرض لهذه الظاهره. فأنا في رأيي الشخصي إن القانون، دور القانون في هذه الظاهرة مش هو الفيصل، ولكن لابد من الأخلاق في المجتمع ومعالجة الظاهرة ومعالجة نظرة المجتمع للأنثى. الأنثى ليست كجسد، وإن احنا يعني لابد إن احنا ما ننظر لهاش كجسد، لا ده كإنسان. وكنا زمان يعني زمان في مجتمعاتنا، ممكن آخر ظاهرة حصلت أو آخر واقع حصل كانت بتاع جامعة القاهرة، لما كان في مجتمع الخمسينات والستينات كان منتشر وكان شيء طبيعي في المجتمع المصري اللبس القصير واللبس اللي هو برضه مش اللي احنا بنشوفه الوقت، ولكن ما كناش بنشوف هذه الظاهره ولا كانت موجوده.
تمام. يبقى برضو احنا لابد من ان احنا ندرس الظاهره من ناحيه اخرى وليس من ناحيه القانون. اه القانون موجود ولابد من ان يفعل ولابد ان احنا نطبق القانون، ولكن لابد ان ننظرها نظره ثانيه من سببات هذه الظاهره. تمام، شكرا لك، شكرا جزيلا استاذ عصام هلال محامي بالنقد. الحقيقه رد استاذ عصام افحمني، احنا محتاجين يعني اللي عنده اخلاق احسن من اللي عنده قانون. احنا عايزين ثوره اخلاق. انا عندي تعقيب على موضوع القانون ده، بما ان القانون غير مفعل او موجود بس مش بينفع، فيبقى كل واحد ياخد حقه بقى في الشارع. يعني انا بنت تم الاعتداء علي، اصرخ او اعمل اي حاجه، اعمل اي مشكله، اكيد في دايره الشارع اللي انا واقفه فيه ده لو في 100 بني ادم في 10 منهم ايجابيين هتحرك، اكيد اكيد في واحد هيحرك بقيه الناس. الناس بس محتاجه شراره، واحد بالزبط. بس يتحرك بالظبط زي ما واحده بتتخطف شنطتها في الشارع ما هي بتصرخ. اشمعنى بقى لما حد بيتحرش بيكي ما بيصرخيش؟ انت كده كده لما بتتخطف شنطتك ولا موبايلك بتصرخي. هي خايفه الموضوع يتفاقم ويكبر ويضربها، يكون معاه سلاح، يكون معاه ميه نار، الكلام ده كله. بس هو العمر واحد والرب واحد. يعني انا خلاص انا يعني حد اعتدى عليا، هو ما يقبلش الشخص ده، ما يرضاش ان هو يكون ماشي في الشارع واحد مثلا يضربه على قفاه. بالظبط، اكيد هيرد عليه وهيضربه هو كمان. طب انت ليه تقبل انك تمد ايدك عليا ما دام انت ضربتني؟ على فكره في حادثه التحرش اللي حصلت دي جبنا البنت بعد ما ربطناه وضربته بالقلم عشان يعني خدت حقها على الاقل بشكل او اخر. بالظبط، عشان كان ممكن تتعقد نفسيا ما تنزلش من بيتها تاني او ايا كان. هو التاثير ده طبعا نفسيا يعني دي لوحدها موضوع تاني خالص. تاثير التحرش سواء اللفظي او الجسدي على البنت غير طبيعي. اللي انتوا وانا بقول لكل بنت اتكلمي وبلغي ليه، لان خلي بالك اللي اتحرش بيكي النهارده هيتحرش باختك بكره، بصاحبتك بعد بكره، بوالدتك بعده. ما بيفرقوش الناس دي، ما بتفرقش في موضوع التحرش، هم شايفين واحده ست ماشيه في الشارع وخلاص. طيب استاذه داليا، عايزين بقى يعني بما ان مواد القانون لسه لم تفعل وحضرتك كنتي بتشيري الى ثوره اخلاق، احنا نتصرف ازاي في الشارع؟ ما هو مش هينفع نمنع بناتنا ان هم ينزلوا. بالظبط، هو انا مش عارفه يعني احنا ثوره الاخلاق يعني لازم تخرج من البيوت ومن المدارس. التربيه بالظبط. ولازم يعني هرجع تاني واقول الاعلام. الاعلام ده الصندوق، ده صندوق خطير بيوجه الناس في المكان اللي هو بيحدده وللقضيه اللي هو عايزها. احنا لو الاعلام، لو كل القنوات المصرية والفضائية الخاصة كلهم شهر واحد أخدوا القضية دي ليل ونهار يتكلموا فيها، صدقيني يعني زي ما كانوا بيتكلموا على الدستور شهر واحد والدنيا كلها عرفت الدستور ومواد الدستور والناس اتحشدت ونزلت صوتت. طب ما شهر واحد في حياتنا في السنة، شهر واحد في السنة يعملوا حملة ضد التحرش، كل القنوات يعملوه زكاة عنهم ويغيروا ثقافة المجتمع. شايفة ان ثقافة المجتمع دي ممكن تتغير بين يوم وليلة في هذا بهذه السرعة في شهر؟ يعني الحملة تبتدي مكثفة وبعدين ممكن تقل تدريجيا. طيب انا برضو تعليقا استاذ داليا على موضوع ان برضو كان استاذ عصام بيقول ان الناس للاسف بتلوم الفتاه اللي هي الضحيه اللي هي المجني عليها، بغض النظر عن لبسها بقى، لبسها مش لبسها انا مش مشكلتي. يعني زي ما كنت ما استاذه داليا برضو كانت بتقول لكم ان كان زمان الفتيات والسيدات كانوا بيلبسوا لبس مكشوف اكتر مننا بكتير وما كانش حد بيجي جنبهم، فهي فعلا مشكله اخلاق. بس موضوع ان البنت تكون ان برضو في تحرش بسيدات، احنا شفنا برضو الظاهره دي اخدوها حضرتك كلمتي برضو عن الافلام، بس في فيلم زي 6 7 8 مثلا هي موظفه بتركب اتوبيس وبيتم موظفه ست عندها اولاد وبيقول لك اصل فتنه. انا عايز اعرف فتنه في ايه؟ واحده انا عندي تعليق صور على الفيلم ده. والفيلم ده للاسف يعني عرف الناس او اللي اتفرجوا عليه وسائل اخرى ومتعدده للتحرش، لكن انا شايف ان انا ما خرجتش من الفيلم بحل فعال لقضية التحرش نفسها. ما احنا ما حليناش. انت عرفتني القضية بتعكس اللي حصل. احنا ما حليناش يا استاذ عصام لغاية دلوقتي. مفيش حل. يعني حتى لما بعيدا اكيد الواقعة دي بتحصل لاي موظفة ما عندهاش يعني الامكانية ان هي تركب تاكسي كل يوم او ما عندهاش عربية فبتضطر تركب المواصلات فبيتم التحرش بيها وبعدين يقول لك اصل الفتنة دي يا فندم في ايه؟ في ان واحده بتشتغل علشان طالع عينها علشان تصرف على اولادها ويا ريت المرتب بتاعها بيكفي، هي فايقه للفتنه بتاعتك. وبعدين في حاجه مهمه، دايما التحرش بيحصل في وسائل المواصلات العامه اللي هي الاتوبيس العام ومترو الانفاق.
اللي هو تذكرتهم بجنيه واتنين جنيه اللي بتضطر تنزل تركب مترو الانفاق او الاتوبيس الموظفة او اللي دخلها محدود او طالبة جامعية او طالبة جامعية يعني لسه مضطرة ان هي تدخل الزحام. فيعني هي تعبانة في حياتها وتعبانة في شغلها وفي دراستها ومتمرمطة وكمان تنزل تتبهدل. يعني ايه ده؟ بس انا برضو عندي طلب صغير من بنات، يعني طلب صغير للبنات يعني حتى من الشياكة ان لكل مقام مقال. يعني مثلا انا النهاردة ما اجي نازلة الجامعة ليه لبس بالزبط، لما اجي نازلة سهرة ليه لبس، لما اجي رايحة فرح ليه لبس، والميك اب كمان في ميك اب للجامعه وفي ميك اب للفرح وفي ميك اب للخروجه وفي لبس وانا خارجه مع اصحابي والميك اب بتاعه. يعني لازم نفهم لكل مكان انا رايحه والجروب اللي انا فيه والطريق اللي انا ماشيه فيه لبسه وهندامته ومكياجه لعدم لفت الانظار برضو. يعني بالظبط، يعني هي برضو عشان نقفل موضوع ان البنت بتبقى ملامة، انت برضو خلي بالك من لبسك. انا ما بقولكيش تكلفتي وانت نازله، بس انا بقولك فعلا زي ما استاذه داليا بتقول، انت نازله الجامعه ما فيش داعي للبهرجه، ما فيش داعي لمكياج كتير، ما فيش داعي شعرك يبقى معمول بشكل معين، انت رايحه تتعلمي. لو نازله مع اصحابك فعلا يبقى ليكي لبس تاني. يعني احنا مش بنفرض قيود معينه، بس برضو حاولي ولو ان في ناس كتير برضو ما بيهمهاش يعني الحكايه دي. بالنسبه لموضوع المواصلات والمترو، يعني يا ريت اي مسؤول تابع الحلقه موضوع محطه مترو السادات ومترو رمسيس. دلوقتي ما فيش غير محطه واحده للتغيير من الخطين، كارثه محطه رمسيس. فتكدس بشري رهيب. ما هو يا فندم التكدس ده مش معناه ان الناس تتحرش بالبنات، في بقى ساعات تحرش غير مقصود. يعني انت، يعني انا ساعات بركب مترو في المحطه دي بتلاقي انت كتل بشريه ماشيه، يعني تلاقي ست او بنت يعني كده اكنه اتوبيس. طب محطه مترو السادات ما تتفتح حتى لو مش هيبقى مفتوحه للتحريب لفوق للطلوع، تبقى حتى التغيير بين الخطين ما يبقاش يعني كل التركيز على محطه واحده. دي مشكله تانية بقى، انا فاهم، بس يعني بمشاكل تانية يا عيني علينا. طيب احنا بقى استكمل حواري مع حضراتكم، ولكن اسمحوا لي اخرج لفاصل. مشاهدينا نستكمل حوارنا بعد الفاصل، ابقوا معنا.